ماجد عبد الله. داخل المرمى. حلو يا ماجد يا اسمراني. داخل المرمى. شوف ماجد. شوف. يا حلاوة الشيخ. انا حاول. التوخي من ناحية اليمين، هجمة سعودية الآن، هجمة سعودية الآن، التوخي يلعب عرضية لله، الله الله، هناك أحسن، هناك أحسن، أيوه 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 أيوه، كان هناك أحمد التوخي فاضي، كان هناك أحمد التوخي فاضي، لعبها 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 لأحمد التوخي، وأحمد التوخي لعبها طلال، وطلال بالراس، جول ولا أحلى، جول ولا أحلى. جول ولا احلى ولا احلى ولا احلى. شوف 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 على طول احمد الدوخي. وين هذا راس طلال؟ يسلم لي راسك، يسلم لي راسك، يا سلام يا سلام. وجول، يا سلام عليك يا احمد، يا سلام عليك يا احمد. والمسانده الهجوميه من كانت من احمد، وكان اخذ مكان استراتيجي وحلو، لعبها في المرمى. جول بعدين، كرة منقولة الآن لمنتخبنا. وطلال، يا ولد طلال، اليوم يا ولد طلال، اليوم يا ولد طلال، بالمرمى بالمرمى بالمرمى. جول بالمرمى. جول اليوم يا ولد طلال، اليوم يا ولد طلال. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام. عيش الاخضر الاخضر، وعلم لا اله الا الله خفاقا ان شاء الله. والعدم الثاني، يا سلام عليكم، يا سلام عليك يا الاخضر يا الاخضر يا الاخضر، يا حلوين يا حلوين يا حليلكم. والله العظيم والله العظيم انا كنت اتوقع ان شاء الله ان شاء الله اليوم ان شاء الله ان شاء الله بتحيين صراحة، كلهم متوقعين. ارتد خطيرة خطيرة للمرمى، طويلة على مالك يا عبدو، تمرر لمين؟ لمالك، بيسقط على ضربة جزاء، ضربة جزاء لمنتخبنا الوطني، ضربة جزاء لمنتخبنا الوطني. كرة ملعوبة من عبدو عطيف، طالت على مالك، رجع فيها مالك وداخل ال 18، ضربة جزاء ضربة جزاء. شوف مالك معاذ، شوف 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 شوف، شده ولا ما شده؟ والله ممكن دفع واضح واضح واضح، رافع رافع فعلا فعلا. مالك معاذ بيكسب ضربة جزاء، دفعه وحط يدينه، لكن ضربة جزاء سعودية ان شاء الله يسجلها يا شيخ، ان شاء الله يسجلها يا شيخ. لا يزال وقت متبقي 10 دقائق، 10 دقائق من زمن شوط المباراة الثاني، وياسر القحطاني بضربة جزاء، ويا رب ان شاء الله هدف، يا رب هدف. ياسر القحطاني اللاعب الكابتن منتخب المملكة العربية السعودية يتقدم الان امام لي وونغ جي، 33 سنة وكابتن 2006 كاس العالم في المانيا، كابتن المنتخب السوري، خبره
تجربة. ياسر بيتقدم الآن، ياسر القحطاني، ضربة جزاء، ضربة جزاء سعودية إن شاء الله، سعودية إن شاء الله. ياسر بيتقدم وشيلت بيضرب ياسر، ولكن ياسر لا، ياسر ولي وون كي، ياسر بيتقدم، ياسر القحطاني، ضربة جزاء لمنتخبنا الوطني السعودي، ضربة جزاء ياسر، ياسر 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 بالوقت. جول! هدف التعادل لمنتخبنا الوطني السعودي، هدف التعادل لياسر القحطاني.